مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل أيضا الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضي الليبية. أستاذ رمزي. أيوة نعم أستاذ عزة، نحن وصلنا إلى نقطة مهمة جدا وحساسة جدا، ويجب يعني التنويه إليها بقوة وحزم. المجتمع الدولي حقيقة استمر 10 سنوات في إدارة الأزمة وإدارة الفوضى، وهناك دول تتقاطع مصالحها على الأراضي الليبية، ونحن صرحنا وقلنا أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة، لا نقبل ولا نسمح أن يتم جعل ليبيا أرض لتصفية الحسابات والصراعات، فتسووا صراعاتهم بعيدا عن ليبيا. إذا كانت هناك إرادة جادة وحقيقية وصادقة من المجتمع الدولي لأصدر قرارا ملزما، وركزي معي أستاذ عزة، لأصدر قرارا ملزما من مجلس الأمن تحت الفصل 7، ليس توصية أو بيان أدبي أو توصية سياسية، قرار ملزم بضرورة عقد الانتخابات في موعدها، ومعاقبة ومحاسبة كل المعرقلين في الداخل والخارج. إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها الآن لم يصدر هذا القرار الملزم. صحيح صحيح. السفير الأمريكي فندم في ليبيا كان قال أنه حيتم فرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات الليبية. حضرتك من خلال الحوار يا أستاذ عزة، السفير الأمريكي أنا على اطلاع كامل، وليس أنا بس، كل رجال الأمن القومي يتابعون ما تقوم به ستيفاني وريتشارد نورلاند باهتمام وبعناية كاملة، كل تحركاتهم محسوبة لدينا، ونعرف جيدا أين يذهبون وماذا يصرفون. كل تصريحاته تصريحات فضفاضة، سوف نعاقب. أنت صرحت سوف تعاقب، ماذا تنتظر؟ أين التنفيذ؟ طيب تقدير حضرتك ايه، او رؤيتك ايه، او شايف ايه انه مدينة بنغازي شهدت لقاء بين المرشحين الرئاسيين خليفة حفتر وفتحي بشاغة، واطلقوا عليه لقاء الفرقاء، ايه تداعيات هذا اللقاء، وهل ممكن يكون سبب في زيادة ازمة ام في حل ازمة من وجهة نظرك؟ اولا نحن دخلنا هذه المرحلة باعتراف كامل بضرورة الاعتراف بهذه الانتخابات وما تسفر عنه، وأيضا دخلنا بقناعة أن نحن ولجان الطعون أفرضت لنا هذه العملية 73 مرشح رئاسي. هناك بعض الشخصيات يقال عنها أنها تجاوزت القانون واخترقت القانون وزورت الشهادات، نحن لن نتحدث مع القانون. طالما لجان الطعون سمحت لهم، هؤلاء القضاء يتحملون المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والدينية والسياسية أمام الله سبحانه وتعالى في القيامة، يوم القيامة والآن في الدنيا. نحن لا نريد أن نفتح باب جهنم على هذه المرحلة، لأن لو قلنا أن القضاء كيف يسمح معناها سوف نرجع من الصفر. هناك 73 مرشح رئاسي، يجب أن نفسح المجال لهؤلاء 73، والأمة الليبية هي صاحبة القرار. السارق والخائن والعميل والمزور لن يختاره الليبيون. نقطة من أول الصفر. نعم. طيب اللقاء ده شايفه إزاي من وجهة نظرك في تقديرك؟ نعم أستاذ عزة، اللقاء شايفه إزاي؟ اللقاء هو أكيد لقاء إيجابي، أكيد ربما فيه نوع من التحالفات. نحن لا يهمنا يا أستاذ عزة إلا أمرا واحدا فقط، هو استرجاع سيادة ليبيا، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الموقر عبد الفتاح السيسي عندما صرح وقال يجب الحفاظ على الدولة الوطنية. وهقول لك كلمة قالها الرئيس السيسي باللهجة المصرية عشان يفهمها ويسمعها كل من يستمع إلينا الآن. الرئيس السيسي وهو في أحد الأيام يخاطب الأمة المصرية عشان يعرفوا نعمة الأمن والأمان في مصر، بيقول لهم بصوا حواليكم. الرئيس السيسي بيقصد مين؟ باختصار شديد بيقصد ليبيا، تونس، السودان، اليمن، العراق، سوريا، الحفاظ على الدولة الوطنية. نحن في عشرية سوداء تم
انتهاك السيادة الليبية، كرامة المواطن الليبي، لا وجود لدولة حقيقية، نريد أن نسترجع هذه السيادة بانتخابات رئاسية وبرلمانية. نعم، ما هو يا فندم أصل الفوضى وعدم الاستقرار الفاتورة بتاعتهم فاتورة غالية جدا 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 في أي دولة، وما بيدفعهاش غير الشعوب. ودعيني أؤكد لك أمرا مهما يا أستاذ عزة، عبر صدى البلد وصرحت به منذ سنة 2013 وهو موفق وصورة، كل ما يحدث في ليبيا والمنطقة المراد منه مصر. القوة، قوة الشر التي تحدث عنها الرئيس السيسي، نعم، الجائزة الكبرى بالنسبة لهم مصر. هذه نقطة مهمة يجب أن يعيها المصريين. نعم. بشكرك فن، بشكرك، شكرا جزيلا. أستاذ رمزي الرمياح كان معنا وعلق لنا على فكرة الانتخابات، رأيه إيه وتحليله إيه، ومين الدول المعرقلة لكي يعيش الشعب الليبي في أمن واستقرار وعدم فوضى. تاني بكرر وبقول، وده الناس كلها المفروض تقول الكلام ده وتبقى واعية، إنه الفوضى وعدم الاستقرار فاتورة غالية جدا جدا جدا، فاتورة بتقعد سنين.